دخل يعني دخل اخويا دخل اخوك لما عرفنا. كبر. طبعا دي يعني بدأت كهواية، لكن كلمني كده عن راقص الباليه في مصر. هل راقص الباليه في مصر بيعاني؟ طبعا وكلمني عن المعاناة. طبعا احنا هو زمان، لا بس هو دلوقتي احنا مش زي بنشوفه بعد ما بينجح، دلوقتي عارف؟ مش زي زمان. يعني هو دلوقتي الموضوع تطور بشكل كبير جدا. يعني زمان كان صعب ان انا مثلا اقول لحد ان انا راقص باليه، لان هما كان كل معلومات المجتمع عن الباليه ان هي بنت بتقف على تراتيف سباحه، صح، وان هي والولد بيلبس برافو بلوزة. يا يوسف. يعني والله ربنا يسعدك. انت عارف احنا ميرسي. عملنا الفقره دي قبل كده مرتين مثلا، بس كان في حاله انكار، يعني كان في حاله انكار. احنا ليه بنعملها؟ عشان المجتمع يبقى عارف ان في راقص باليه وده فن ودي حاجه راقيه جدا جدا جدا، فعايزين نعرف المعاناه ايه. فكانوا دايما ينكروا ان في اي نوع من انواع المعاناه، رغم ان هم اكبر منك كتير في السن. اكيد اكيد طبعا. في ما هو مش كل المجتمع نفس الفكره، هو في طبقات وفي افكار مختلفه. يعني هو زمان الباليه ده كان للطبقة العالية، اللي هو أصلا كان زمان ابتدى بيتعمل في حفلات البلاط للملوك، فابتدى ينزل 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 لحد ما ابتدى ينتشر. يعني زمان ما كانش فيه فكرة رقص باليه دي خالص، ولد ويرقص باليه دي كانت جديدة جدا، يعني مش هل فكرة انت متعارفة. تعرضت لأي موقف؟ لا لا انا يعني الحمد لله، انا اصحابي ابتدوا من وانا صغير ابتدوا يفهموا الفكرة جينزي وابتدوا. خلاص بقى لا ولما جينزي. انا ابتديت كمان اسافر بره مصر، فابتدى الموضوع ايه ده ده في الله، سفر ده، انا ايه ده، ده طب ليه تحفة. ما نجرب. لحد دلوقتي بقى، دلوقتي الموضوع اختلف تماما. يعني دلوقتي اصلا الموضوع بقى بشكل متوسع جدا، كل بقى دلوقتي يعني اي بيت في مصر هتلاقي مثلا حد بيقول له بابا انا عايز اجرب، سواء بنت او ولد انا عايز اعمل، فبيبتدوا بقى يجربوا يدخلوا سواء المعهد او يخشوا الاوبرا. فالموضوع اختلف تماما عن زمان. انت بقى تدرجت ازاي؟ كلمنا عن الرحلة بقى، رحلة رقص الباليه، ورحلتك انت يا يوسف بدأت ازاي؟ انا رحلت هنا اول سنتين ما كنتش حابب الباليه، يعني انا كنت عادي لحد ما ابتديت اسافر. فبعد كده ابتديت اشوف بره هم بيعملوا ايه، يعني بره حياتهم غير حياتنا تماما. يعني انا هنا ممكن اروح انا في معهد الباليه، فانا بدرس من وانا في رابعه ابتدائي، فادرس واجي العب مع اصحابي، اخرج اروح اجي، لكن بره بيبقى الاولويه كلها للباليه، لان هم بره اصلا بيعاملوا راقص الباليه يعني اللي هو سوبر ستار عن الممثل. فلما خرجت عن وشفت كمان. طبعا بالرغم ان هم مش يعني ما بيتسلطش عليهم الضوء لا قوي غير بره، في الاوبرا. لا لا بره مصر الضوء كله عليهم بجد، كله، يعني هو الباليه ده رقم واحد بره مصر. فلما ابتدى بقى الثقافه دي احنا نروح وهم يجوا، فابتدينا نعمل مزج بين الاثنين، فابتدى الموضوع يبقى احلى بكتير. بس فيعني الموضوع اهم العروض اللي عملتها وحسيت كده انك انت يعني بدات خلاص تتشهر في وسط الباليه. هو انا الطفره اللي نقلتني من الـ يعني خلتني ابتدي اخد ادوار مهمه كان باليه روميو جوليت. كنت بعمل دور اسمه باريس، ده الخطيب اللي هو اهلها كانوا عايزين يجوزوها، فده كان اول دور ليا على المسرح لوحدي. يعني اخد دور مهم، وكنت انا لسه صغير جدا، سوليست بقى، تبقى واقف كده لوحدك، وكنت لسه عندي 19 سنه. فكان ده كان برضو تشالنج كبير جدا ان انا اصلا ادخل الفرقه وانا عندي 17 سنه ووسط كل اساتذتي. يعني انا كل اللي في الفرقه اساتذتي درسولي في المعهد، فان انا ادخل وابتدي اخد ادوار، فده كان تشالنج كبير جدا. فابتديت اول ما طلعت وانا عندي 19 سنه على المسرح دي، ابتديت بقى اكسر. بصي الصور تجنن ازاي.